مرحب فيكم مجددا مشاهدينا. فقرة مهمة بتهم كثير من العائلات وأيضا المجتمع والمؤسسات العاملة في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. واحد من أهم المراكز اللي بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز جبل النجمة الموجود في رام الله، اللي عنده تاريخ عريق وطويل. بدخل الأطفال هناك، بخرجوهم، وأيضا بيكونوا هناك كوادر موجودة في المجتمع. اليوم بسعدنا نسلط الضوء أكثر على هذا المركز، على المرافق والأقسام الموجودة فيه، من خلال وجود السيدة ربيحة جودة وهي منسقة برامج التأهيل. الله يصبحك بالخير. يسعد صباحك. كيف أصبحتي؟ الله يخليكي. يعني زرناكم هداك اليوم بيوم مفتوح خاص بمركز جبل النجمة، بنهنيكم على هاي الطاقة وعلى قصص النجاح الجميلة الموجودة في المركز. بداية لنا وللمشاهدين، تحكي لنا مركز جبل النجمة بيستقبل أطفال من أي عمر وإيش المرافق الموجودة أيضا؟ إحنا عندنا مركز جبل النجمة بيستقبل طلاب على 5 برامج. أول إشي برنامج الحضانة المدمجة، اللي هو بندمج ذوي الإعاقة الفكرية مع أشخاص غير معاقين. والبرنامج الثاني اللي هو برنامج المدرسة. طبعا برنامج الحضانة بيستقبل الطلاب من 3 شهور ل4 سنين لغير المعاقين، ومن 3 أشهر ل6 سنين لذوي الإعاقة الفكرية. وبتم الدمج بينهم؟ طبعا بتم الدمج بينهم. البرنامج الثاني اللي هو برنامج المدرسة، اللي بيستقبل الطلاب من سن 6 ل14 سنة. وطبعا بتم في خلال البرامج بشكل عام يعني العمل مع الطلاب من خلال الخطط التربوية اللي احنا بنعدها من خلال الكادر اللي بيشتغل مع الطلاب. البرنامج الثالث اللي هو برنامج المهني، التدريب المهني، اللي بيستقبل الطلاب من 14 سنة لتقريبا ل40 سنة. وفي عندنا كمان برنامج التوحد، احنا بنشتغل مع طلاب توحد. هذا كمان برنامج متخصص وجديد بفلسطين، يعني نعم. اقل ما نلاقي كمان يعني برامج متخصصه بالتحديد باطفال التوحد. احنا توحد بنشتغل مع طلاب ذوي اعاقه، توحد مع اعاقه عقليه، مش توحد لحال. طبعا من سن 4 سنين ل 18 سنه. بعدين برنامج القسم المهني اللي هو زي ما حكيت من سن 14 ل 40 سنه، ويتم تدريب الطلاب على عده مراحل، على عده مهارات مهنيه، منها تصنيع الورق، صنع الصابون، المهارات الزراعيه، التطريز للبنات. كمان باخذوا مهارات مسانده زي الموسيقى، الرياضه، المرسم. كمان باخذوا حصص باخذوا كمان حصص ارشاد، اساس كمان احنا ندربهم كيف يعتمدوا على حالهم، كيف يدافعوا عن انفسهم، كيف يكونوا كمان مندمجين بشكل عام في المجتمع. تقريبا في مركز جبل النجمه 75 طفل وطفله موجودين بالمركز، كيف بتشوفي اقبال عائلاتهم ذويهم؟ نعرف انه مركز جبل النجمه بيستقبلهم بالصبح، يعني بيقضوا زي كيف بنقضي وقت في بالمدارس بالجامعات. كيف بتشوفي اقبال وكمان نفسيه الاهالي بالنسبه للطلبه؟ بس بتعطيني يعني نقطة صغيرة أكمل للبرامج اللي هو في برنامج العمل المجتمعي. برنامج العمل المجتمعي احنا بنشتغل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة بير زيت، أو ذوي الإعاقة الفكرية. احنا المعلمة بتروح على البيت، تشتغل مع الأسرة، بتشتغل مع الطالب، وكمان بنشتغل على قضايا التوعية المجتمعية في المجتمع المحلي. بنعمل أنشطة دمج، نعمل محاضرات ميدانية، نعم. بنعمل كمان توعية للمجتمع المحلي عن دور الفعاليات في المجتمع تجاه قضية الإعاقة بشكل عام. ممتاز. هلا بالنسبة لسؤالك، كيف يعني بيكون نفسية الأهل بالنسبة للطلاب بيودوا أولادهم 8 ساعات، كيف بشوفهم إنه عم بتطوروا وعم بتحسنوا خلال مجيئهم لمركز جبل النجمة؟ طبعا يعني في عنا مراحل احنا بنشتغل مع الأهل. يعني في البداية أهم إشي يعني كأساس في عملية التأهيل إحنا بنشتغل مع الطالب ومع الأهل ومع المجتمع، هيك إحنا فلسفة المركز. هلأ إذا بنقدرش نشتغل بمعزل عن الأهل ولا عن المجتمع مع الطالب، فعشان هيك إحنا من خلال خططنا اللي بنشتغل مع الطلاب فيها بنحاول إنه نشرك الأهل في عملية التأهيل عن طريق إنه هم بيشاركوا في وضع الخطة، بيشاركوا في متابعتها. بنقوم بزياراتهم، من خلال الزيارات المنزلية كمان بندربهم كيف يشتغلوا مع طلابهم، شو الأشياء اللي لازم يركزوا عليها، شو المشاكل اللي ممكن في مشاكل سلوكية إحنا ما بنشوفهاش عند الطالب بالمركز، ممكن إنها تبرز في البيت. من خلال التواصل مع الأهل كمان بنساعدهم كيف يشتغلوا مع أولادهم.
واحنا فعلا شعرنا بهذه العلاقه من خلال زيارتنا، شفنا قديش كمان مهم الاهل بيشعروا حالهم جزء من هذا المشروع. بنفس الشيء الطاقم اللي عامل في مركز جبل النجمه، بالاضافه اكيد للاطفال. زرنا مركز جبل النجمه وحابين نزوره معاكم عشان انتم كمان تعيشوا اجواء، ونشجعكم اكثر تزوروه على ارض الواقع. خلينا نشوف هاي الزياره باليوم المفتوح الخاص بمركز جبل النجمه وراجعين. الحاج ام وائل ست العمر. ست العمر عمر، كيف حالك؟ منيح منيح. اه بتحكي لنا ايش مشكله عمر؟ والله اللي ظهر لنا الدكاتره صار يقولوا لنا عنده زود كهرباء يعني، او امه وابوه ياخذوا على الدكاتره يعني، ومن هذا الدكتور لهذا الدكتور تمنا يعني توصلنا للمركز هذا. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ حسام. حسام؟ حسام ياش. بتيجي على جبل النجمة؟ ايش بتعمل؟ هان في العاب. بتحب جبل النجمة؟ ايش بتحكي لمساتك؟ حالكم؟ كيف انتو؟ رمنا الحمد لله. شكرا يا محمد، يلا انبسط اليوم. مرحبا. كيف حالك؟ منيح. احكي لنا ايش اسمك؟ شو اسمك؟ تقدر تساعده. احمد، شاطر حبيبي احمد. عندنا احنا معظم الحالات يعني مختلفه، في منهم داون سيندروم، في عندنا اعاقه فيها شديده، عندنا متوسطه، وعندنا يعني بتكون ضعيفه. مرحبا. هلا، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ اسمي مصطفى. مصطفى، قديش صار لك بالمركز جبل النجمه؟ صار لي من اكثر. بتحب مركز جبل النجمه؟ نعم. ايش اكثر شيء بتحبه؟ أكثر بحبه اللي هي المرسم والموسيقى والدبكة والإرشاد والدراما. نحكي مع أم اليوم موجودة، هي أم مصطفى. مرحبا. أهلا فيكي. الله يخلي لك. مصطفى قديش صار له موجود بهذا المركز؟ 3 سنين. إيش مشكلته بالضبط؟ عنده الغدد الرقية ما بتفرز منيح، مسبب لي يعني بعض الإعاقة في النمو. كيف شايفة تعامل مركز جبل النجمة مع حالة مصطفى؟ مصطفى كثير مليحة، حتى هو يعني ما بيحب يكون في البيت، بيحب يكون هون دائما في جبل النجمة، ولما بيعطل عن جبل النجمة بيكون هو يعني عصبي. أم معتصم، كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله، كثير مبسوطة. معتصم قديش عمره؟ عمره 19. في شهر 9 وفي 20. ايش الاحتياج الناقص عند معتصم؟ ناقص عنده الاستيعاب، عنده قليل، بسبب انه بكى يحصل معاه تشنجات وهو صغير، كان كل شهرين يتحصل معاه، كل شهر تحصل معاه مرتين. المهم بده يشتغل وبده يعتمد على حاله، وانا بتمنى انه عوض 11 اني افرح فيه يا حياتي، وانا بتمنى انه يعني هلكيتي انه يشتغل، لانه هلكيتي كبير شاب ظل، كيف انه هذا الولد بده يقعد في البيت. الله يخلي لك يا رب، وان شاء الله بتفرحي فيه في كل ما بتتمني. معتصم كيف حالك؟ مية الحمد لله. قديش صار لك تيجي على المركز؟ سبع سنين. بتحب المركز؟ بحبه. ايش اكثر شيء كنت تنبسط تعمل في المركز؟ الزراعه. وهلا شو بتعمل؟ زراعه مع بنس. سمعت انك بتروح تزرع مع امك. اه بزرع. طيب ممتاز. ايش بتحكي لمساتك ولاهلك كمان في هذا اليوم؟ بقول لهم شكرا على الحفل الكريم. مرحبا. اهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اعرف عليكي؟ انا اسمي عفاف من ابو شخادم. عفاف يعطيكي الف عافيه. شوفوا الخبز الطابون عاد ما احلاه، يعطيكي الف عافيه. حضرتك والدة طفل موجود في المركز، صحيح؟ تعرفين عليه اكثر، تحكي لنا عنه؟ عبد القادر مهني، عمر 20، عنده بطء تعلم، بطء نمو، إعاقة ذهنية يعني تقريبا. كيف بتشوفي المركز غير فيه؟ الحمد لله كثير غيرت، ومبسوط هو يعني بشكل عام، انا يعني مبسوطة عن بساطة. شايفين لك دور مهم كمان، احكي لنا عن دورك مع المركز. انا بساعدهم، جيت وبعمل معاهم خبز، طلبوا مني اعجن واخبز وهل بعمل معاهم. نتعرف على كمان ام محمد عاصي. اول شيء نتعرف على محمد. مرحبا. كيف حالك محمد؟ اي صف انت بتروح على المدرسه؟
اي صف؟ اول. صف اول. محمد هو طالب بمركز جبل نجمه. محمد ابني من عمره وهو 4 سنين. انا سجلته في مركز جبل النجمه. جهودهم كثير جبارة. وكيف تغيرت حالة محمد بوجوده في المركز؟ تغيرت. عند محمد عنده مشكلته نقص كروموسوم واحد، طفرة في يعني في فلسطين والعالم. محمد وحالتين، ما في علاج، ما في دواء. حالته بتتطور بس أقل من البسيطة، بشكل بطيء جدا. بعد ما صار لعمر معين جبل النجم دمجوا مع مدرسة ذكور بيرزيت الأساسية. هلا هو موجود بالمدرسة مع طلاب تانية؟ آه. كيف عملية الدمج حسة؟ 3 أيام بروح أحد اثنين ثلاثة في مدرسة ذكور بيرزيت، والسبت وأربعة وخميس في جبل النجمة. يعني هذا جزء بسيط من قديش كان في فعاليات مختلفة بهذا اليوم، وشفنا قديش كمان الأهل منسجمين ومبسوطين أنهم يشوفوا أولادهم. تحكي لنا يعني من وجهة نظر مركز النجمة قديش مهم أنه يكون في يوم مفتوح يجمع ما بين الطلاب وأهلهم ويتفاعلوا معكم أنتم كمان الطاقم اللي عامل مع أولادهم. هو شعارنا كان معا نحو مشاركة مجتمعية. يعني إحنا في شعار اليومين هذول كان إنه بندعو الجميع إنه يتشارك مع طلابنا ذوي الإعاقة الفكرية في هذول اليومين، على أساس يتعرفوا على إمكانياتهم ويشاركوهم كمان، يشاركوهم في رسم البسمة على وجوههم ويتعرفوا على المركز أكثر، نفتح المركز أكثر لطلاب الجامعة، للأهالي، للمجتمع المحلي، للمجالس، الروضات، المدارس. يعني كان كثير، وهي أكيد دعوة من خلالنا. يعني ما يكونش هدول بس هم يومين، المركز دائما بيفتح أبوابه لكل المؤسسات اللي عاملة بالمجتمع المدني، المجموعات الشبابية، الأفراد اللي بيحبوا كمان يزوروه. فعلا مكان بعطينا قصص رائعة كمان نتعلم منها. بدي أسألك سؤال عن الأهالي ممكن يتوجهوا للمركز. هل في أشخاص ممكن يكون عندهم حالات خاصة لكن ما بيقدروا يدخلوا أولادهم؟ تحكي لنا عن أقساط اللي لمركز جبل النجمة، وهل في مساعدات ممكن تكون لذوي الأطفال؟ يعني بالنسبة لموضوع الأقساط مرينا بعدة مراحل، بس لما يعني مهم كثير أنه كمان الأهل يشاركوا يساهموا تجاه أطفالهم بقسط. كيف مثلا طفل، أنا ابن عندي طفل بروح على الروضة، بروح على المدرسة، كمان أنا في عندي التزام تجاهه. كمان للشخص ذوي الإعاقة مفروض كمان أنا كأم كأبو كأهل كمان لازم مفروض بيكون في التزام. هلا الالتزام كثير بسيط بالمقارنة مع الخدمات زي ما أنت شفتي اللي إحنا بنقدمها. يعني الباص، تكلفة الباص، مواصلات، يعني في أشياء أنتوا كمان بتغطوها يعني طبعاً برسوم كثير يعني بسيطة. هلا في مثلا طلاب بيقدروش يغطوا هاي الأقساط. عادة إحنا بنحاول إن نوجد ناس من المجتمع المحلي إنه يتبرعوا ويغطوا عن هذول الطلاب، أو مثلا ممكن إن نبعث قصص لهذول الطلاب لناس من برا لأنه يتبنوهم. فيعني بنوقفش عند إنه خلص الأهل بيقدروش خلق يعني أكيد. وكمان الأهل مش لازم وقفوا عند هاي النقطة كمان. الأهل اللي كمان يعني مفروض يكون لازم يشاركوا أكيد. يعني زي كيف أنا ابني بروح على الروضة زي كيف بروح على مركز جبل النجم، مفروض إنه كمان أنا كأهل أشارك وما يخلوها عقبة. يعني بكافي طبعًا. المحاولة كمان أكيد بتخلينا نوصل لنتائج دائما أفضل. يعني أنا يمكن أحكي عنك أنه أنت كمان عندك مسيرة طويلة في مركز جبل النجمة. يعني 16 سنة عاملة في هذا المكان، مر عليك أكيد أطفال. وخرجتي يمكن كمان أطفال من هذا المكان. في كتير من قصص النجاح موجودة داخل المدرسة طبعًا. وقصص نجاح أنتم كمان بتخلقوها. يعني 8 أطفال تم توظيفهم في مركز جبل النجمة. تحكي لنا عن قصص النجاح الموجودة. يمكن يعني أكثر كثير كثار مظبوط. أكثر إشي أنه لما تحققي توصلي مع طالب ذوي إعاقة فكرية لمرحلة أنه يكون يعتمد على حاله ويقدر يقوم بمهمات محددة، ضمن طبعا ضمن إرشاد وإشراف معين أكيد. فإحنا نظرتنا أنه كمان لازم ندعم هذول الطلاب، لازم نوقف جنبهم، لازم كمان نعطيهم فرصة في مركز جبل النجمة. طالما لسه المجتمع يعني إحنا كمان بنحاول ندمجهم في المجتمع المحلي، في العمل، في أنشطة. لسه موضوع التشغيل بتعرفي هو موضوع كثير شائك، وفي إشكاليات عندنا حتى على مستوى الأشخاص غير المعاقين، نسبة البطالة كثير عالية. فإحنا من خلال تشغيلهم في المركز ضمن يعني هو يعني مش معاش كبير خلينا نقول، بس كمان أنت بتعززيهم، بتحسسيهم إنه هم يعني بيقدروا يعملوا إشي في هالمجتمع، بيقدر يكون إشي إلهم خاص.
يساهموا فيه، يشتروا أغراضهم الخاصة. فيعني أنا بالنسبة لي أكثر قصص نجاحي هاي إنه وصلنا لمرحلة إن نقدر نشغل هذول الطلاب في المركز، ونتأمل ونطمح إنه كمان إن نقدر نشغلهم وندمجهم في المجتمع كحق طبعاً، هو مش كمان يعني أكيد. أكيد. وحق مشروع لإلهم إنه يشاركوا في كل فرص الحياة. لما إحنا بنحكي عن مجتمع مشارك نحكي عن مجتمع إنه مفروض كل الناس بغض النظر شو إمكانياتهم شو قدراتهم، أنا حقي أكون في هذا المجتمع أندمج وأخذ حقي كأي إنسان. يعني سيد ربيح، إذا في رسالة بتحب توجهها لأشخاص اللي هم في مراكز صنع القرار وللمواطنين العاديين وكمان للأهالي الأطفال نفسهم، إيش بتقولي لهم؟ يعني للأهالي بقول إنه دايما لازم يشاركونا في البرامج، يشاركونا، يتواصلوا مع أولادهم، يساهموا في إنجاح التدريب والتأهيل اللي إحنا بنوصل له. وكمان بالنسبة للأفراد المجتمع إنه ياريت يصير يعني نشارك المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. هلأ الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام بيقدروا يدافعوا عن حقوقهم، برجع للأهل، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية شفت يعني ما بقدروش يعبروا عن احتياجاتهم. عشان هيك إحنا بنشتغل على مجموعات أهالي في الكرة اللي إحنا بنشتغل فيه عليها، عشان كمان يتعرفوا على حقوق أولادهم ويقدروا كمان يكونوا هم الجنود اللي بيشتغلوا عشان يوصلوا يحصلوا حقوق لأولادهم. فياريت إن شاء الله إحنا بنوصل لهاي المرحلة إنه يكون في مجموعات أهالي، فيه إحنا بلشنا يعني صرنا فترة بنشتغل على مجموعات أهالي إنها تكون تعبر عن مطالب هذول الناس. يعني بنتمنى وكمان وعينا وكمان تعاطينا مع هاي الفئة هو مهم، ودعم لإلهم، وكمان إحنا نتعلم منهم، مش بس يعني العلاقة هي إنه هم بتعلموا من الأشخاص الآخرين، ولكن هم كمان فعلا في كتير من المراحل موهوبين ومبدعين في مجالات معينة. بدي أشكرك لإليك، وبدي أشكر كمان كل الطاقم الرائع الموجود في مركز جبل النجمة اللي هو زي أسرة وعيلة، وبقضوا وقت طويل مع بعض وبقدموا جزء من وقتهم وطاقتهم لهؤلاء الأطفال. ونتمنى أكيد ما تكونش هاي الزيارة الأخيرة لمركز جبل النجمة. الله يخليك، وشكرا لدوركم، دور الإعلام كثير مهم في مساندة قضايا ذوي الإعاقة. إن شاء الله نكون على قد المسؤولية. شكرا كثير لك مشاهدينا، رح ننتقل لجولة ببانوراما نتعرف على الدول وعلى مواضيع في دول عربية مختلفة، وراجعين نكمل فقراتنا، خليكم معنا.